شنو سر الصعود السريع لصدام حسين في أن يصل إلى الرجل الواحد الأوحد في حزب البعث ويستلم زمام الأمور كلها بال79؟ هذا هو السؤال. نعم. هو عصابتي. عصابتي. يعني يمكن أحكي لك هاي الحادثة مال لما صار الانشقاق. كل حزب عنده 3-4 أشخاص شقاوات يدافعون عن الحزب وكذا ويهوبرون. هم عندهم صدام كافي. فاحنا عندنا كان واحد اسمه حسين هزبر على أساس يهوبر وهذه وما أدري شنو. صدام تابعه بسيارة الفوكس واجن، تابعه بسيارته وطارده مطاردة. لحق عليه على الجسر ببغداد على الجسر المعلق وصار قدامه وقف ونزل ونزل من هذا، قال له إذا ما صير آدمي ضربه براسه هنا جراحة بشعب المسدس. هذا شقاوة على أساس احنا مأمنين انه شقاوتنا وعلى أساس هو يعني ضربه براسه وجراحه، قال له مرة ثانية أعبيك رصاص يلا زين. إيش وقت صدام هذا الأسلوب بدأ يحول الحزب إلى أجهزة أمنية أو يدخل الحزب الأجهزة الأمنية؟ من البداية واعي الرجل، هو واعي من البداية. واعي لشنو؟ واعي لشغلتين. أي مسك الأوضاع أمنيا زين، كسر روس العسكر.